من هالمسقط أو مسكت مثل ما كانوا يسمونها أيام الأول، من أهل مسكت اللي برزوا في ميادين التربية والتعليم والصحافة والإذاعة والكتابة عندنا هني في البحرين في خمسينات القرن العشرين، وهو بعد من اللي درسوا اللغة العربية والتاريخ لطلابنا في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق في الفترة ما بين سنة 1950 وسنة 1959. كان الريال صاحب سيرة طيبة ومواهب متعددة وراعي صولات وجولات في عالم الشعر والقصة والرواية والكتابة الصحفية والتأريخ السياسي والاجتماعي، ونقدر نقول أن حياته تميزت بعدم الاستقرار، يعني كل ما يستقر في مكان كانت تحصل له أمور تخليه يترك هالمكان ويدور على غيره ويفنش من وظيفة ويشتغل في وظيفة ثانية. شخصيتنا مشاهدي الكرام لهذه الحلقة هي المرحوم الأستاذ عبد الله بن محمد بن صالح بن عامر بن صالح الطيواني البطاشي المعروف اختصارا بعبد الله الطائي. الطائي من مواليد مسكت في سنة 1924، وهو ابن لعائلة معروفة بالعلم والاشتغال بالقضاء الشرعي. التلمذ الطائي في بداية رحلته التعليمية على يد السيد هلال بن محمد البوسعيدي، عقبها التحق بالمدرسة السلطانية الابتدائية الثانية في مسكت، فكان من بين أول دفعة تتخرج من هالمدرسة في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين. وكان الطائي بعد من الطلاب العمانيين المحظوظين اللي قدروا يوصلون للعراق في سنة 1938 لأجل ما يكملون تعليمهم الإعدادي والثانوي في المدارس العراقية اللي كانت في ذيك الفترة نموذجية من حيث المناهج والضبط والربط. عقب ما تخرج الطائي من الثانوية في العراق رجع لمسكت لأجل ما يستثمر الأشياء اللي تعلمها في تدريس عيال ديرته، وبالفعل اشتغل معلم المدرسة السعيدية بمسكت ما بين سنة 1943 وسنة 1949. في سنة 1950 كان الطائي من بين العمانيين اللي وصلوا البحرين من شان يدور على شغل، فتوفق وحصل على وظيفة مدرس في الهداية الخليفية. لكن الشيء اللي يمكن وايد ناس ما يعرفونه هو أن الطائي يوم ما وصل البحرين كان جاي من باكستان مو من مسكت، والسبب هو أن الطائي ترك مسكت في سنة 1949 وسافر لباكستان لأجل ما يدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية للباكستانيين. وأثناء تواجده في كراتشي عرضوا عليه وظيفة مذيع بالقسم العربي بالإذاعة الباكستانية، فقبل الوظيفة من غير تردد لأنه كان عاشق للعمل الإعلامي. لكن الواضح أن الطائي ما عجبت الحياة في باكستان، يمكن بسبب الظروف الاقتصادية أو يمكن بسبب إحساسه بالغربة أو يمكن بسبب حنينه للمجتمعات العربية. والدليل أن قبل ما يكمل سنة في باكستان تركها وسافر منها للبحرين. اللي يسأل ليش اختار الطائي البحرين تحديدا، نقول له لأسباب كثيرة، منها مثلا تميز البحرين عن غيرها من بلدان الخليج بالتسامح والتعايش السلمي بين مختلف القوميات والثقافات والديانات والمذاهب، ومنها توفر هامش كبير من الحريات الاجتماعية.
ومنها تردد العمانيين بكثرة على البحرين في ذيك الفترة لأغراض العمل والتجارة والدراسة وغيرها. وفي سبب مهم ثاني، وهو وجود الصحافة والإذاعة والأندية الثقافية في البحرين مع حركة أدبية وثقافية مزدهرة. وطبعاً هالعامل يمكن كان المحفز الأكبر للطائي علشان يختار البحرين، لأن الريال كان عاشق للأدب والثقافة وكان يبي مكان يمارس مواهبه. والدليل على صحة كلامنا أن الطائي في السنين اللي عاشها في البحرين كان شعلة من النشاط بالأندية الأدبية والرياضية والاجتماعية وفي دائرة الإعلام الرسمية وفي مجلد صوت البحرين. الطائي مثل ما خبرني ولده المرحوم المهندس مازن اللي درس وياي في بيروت في سبعينات القرن الماضي، حب البحرين وايد وما كان يبي يتركها لديرة ثانية، وتولع بالبحرينيين وما كان يبي يفارقهم. لكن السلطات البريطانية قعدت تضايقة وتتسبب له في متاعب بسبب توجهات العروبية وتأييده للمد القومي، ليه ما جبرته على مغادرة البحرين للكويت في سنة 1959. الكويت رحبت بالطائي واستقبلته، وفوق هذا عطته وظيفة يترزق منها في وزارة الإعلام اللي كانوا يسمونها في الستينات وزارة الإرشاد والأنباء. عقب مدة صار الطائي رئيس لتحرير مجلد الكويت، وعقبها عينوه نائب لرئيس تحرير مجلد العربي الشهرية المعروفة. وفي الكويت استثمر الطائي كل الأشياء اللي تعلمها في البحرين من صحافتها وجمعياتها وأنديتها وفعاليات الثقافية والاجتماعية، استثمرها في تأسيس رابطة الأدباء الكويتية وتحرير مجلة البيان الصادرة عن هالرابطة اللي كرمته قبل وفاته بمدة قصيرة. في حفل تكريمه وقف الطائي وألقى قصيدة خاصة من أبياتها: لله من أدب أغنى روابطنا، كأنه نسب من عهد ذي يزني، إني لألمح في تكريمكم بردا يكاد يمسح ما في القلب من شجن، فلنبذل الجهد في خير الخليج لكي يغدو ليعرب مثل الصدر للسفن، فالأرض عطشة لأمجاد نجددها والبحر يسأل عن ملاحه الفطن. ويوم ما استقلت الكويت في سنة 1960 وصارت حكومتها أكثر حرية في التحرك صوب دول الخليج الأقل نمواً والأكثر حاجة لأجل مساعدتها في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية من خلال برنامج سموه برنامج الخليج وجنوب الجزيرة العربية الإنمائي، اختارت الحكومة الكويتية عبد الله الطائي علشان يشتغل في هالبرنامج، وانتدبته للعمل في مكتب دولة الكويت في دبي كنائب لرئيس المكتب خلال الفترة من سنة 1962 وحتى سنة 1964. والسبب أن الطائي كان الأقرب لفهم طبيعة المنطقة المستهدفة وهي مشيخات الساحل اللي نسميها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً الطائي ما كان غريب على الإمارات، والإمارات ما كانت غريبة عليه بحكم موقع الإمارات الجغرافي الجريب من عمان، لكن وظيفتي في دبي قربت أكثر من المسؤولين والرسميين وعرفت على كبار رجالات ومشايخ دبي والشارجة وبوظبي وغيرها من إمارات الساحل المتصالح. ولهالسبب استدعاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه عقب ما استلم حكم إمارة بوظبي بدال أخوه الشيخ شخبون. استدعى الطائي وعينه مستشار له في ديوان سموه، وبالفعل مسك الطائي هالمنصب منصب مستشار في ديوان حاكم بوظبي من سنة 1969 حتى سنة 1970.
عقبها كلفوه بإدارة جهاز العلاقات الخارجية لإمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات لدائرة التربية والتعليم في الإمارة. وسط كل هالمناصب والمسؤوليات نشوف أن الطائي كان له دور بعد، دور مهم في تأسيس جهاز الإذاعة وجهاز التلفزيون في أبوظبي في سنة 1969. في سنة 1969 بعد ترأس الطائي بتكليف من الشيخ زايد لجنة التحرير المسؤولة عن إصدار مجلة الاتحاد اللي تحولت في سنة 1971 إلى جريدة يومية. لكن الحدث الأهم في حياة الطائي كان يوم ما لبى نداء ديرته ورجع لأحضانها في سنة 1970 لأجل ما يساهم في تطويرها وإخراجها من ظلمات القرون الوسطى. ويقولون أن السيد طارق بن تيمور العم الأصغر لجلالة السلطان قابوس هو اللي رشح الطائي علشان يصير وزير للإعلام ووزير للعمل والشؤون الاجتماعية يوم ما تولى رئاسة أول حكومة عمانية عقب التغيير الإصلاحي اللي قاده جلالة السلطان قابوس في سنة 1970. طبعاً رئيس الوزراء السيد طارق بن تيمور ما أعطى الطائي وزارتين من أهم الوزارات إلا وهو متأكد من شيئين. أول شيء قدرات ومواهب وخبرات الطائي الضرورية لإحداث التطوير والتغيير المطلوب، وثاني شيء عشق الطائي لخدمة ديرته والاجتهاد في سبيل نهضتها وتنميتها. وإذا بغينا دليل على عشق الطائي لخدمة ديرته ما بنلاقي أحسن من قصايده الكثيرة في حب عمان، وقصايده اللي عبر فيها عن حنينه للعودة إلى عمان. المهم أن الطائي رجع لديرته عقب 23 سنة من الاغتراب والتنقل من مكان إلى مكان ومن وظيفة إلى وظيفة. وعقب ما رجع مارس مسؤولياته الوزارية بحماس، في نفس الوقت ترأس وفد الصداقة اللي أمر السلطان قابوس بتشكيله وإرساله للدول العربية لتأسيس وتوثيق العلاقات وياها، لأن ما كانت في علاقات بين عمان وهالدول العربية في ذيك الفترة. للطائي مخطوطة كتبها في سنوات اغترابه حاول فيها يعرف بديرته، لأنه شاف وايد عرب ما يعرفون شيء عن عمان، يعني ما يعرفون موقعها ولا تاريخها ولا قبائلها ولا حضارتها القديمة ولا تقسيماتها الجغرافية والسكانية وتجارتها وزراعتها. وفوق هذا كانوا يخلطون ما بين عمان وعمان. كان شيء مؤلم بالنسبة للطائي يشوف بعض اللي يسمون روحهم مثقفين عرب مرة يعتبرون عمان جزء من قطر، ومرة يعتبرونها جزء من اليمن، ومرة يعتبرونها جزء من ربع الخالي، مثل ما سوى واحد لبناني من كتاب جريدة الحياة في سنة 1954. في هالمخطوطة نقرأ النص التالي: عمان تتصاعد في قلبي عشرات من التصورات والخواطر والآمال، فلهذه الكلمة مفعول عزيز في نفسي، إنها تنقلني إلى الماضي فأستعرض كل ما دار في بلادي خلال القرون الماضية، ثم أنظر إلى الحاضر، إلى الحاضر الأخرس من حياة بلادي، فأطرق برأسي لا خجلا ولا حيرة، ولكنه تأمل في مدة هذا الحاضر الثقيل ومدى استمراره. أما المستقبل فأنا أرمقه مشرقاً باسماً. ومن الغريب أنني رغم تأملي في هذا الحاضر لا أرى خلال نظرتي إلى مستقبل بلادي سدوداً ولا حواجز، ذلك لأني مؤمن أن حل واقع بلادي المعقد سوف يساعد الجانب العربي فيه. فعمان بقعة عربية تتأثر دون شك
بما يحدث في الوطن العربي الأكبر، ومجرى الحوادث في هذا الوطن جارف يبعث إلى التفاؤل، بل إنه موكب وثاب، طريقه مستقيم وسيره قويم وسبيله واضح. فعلى ما أجزع على بلادي، أليست هي جزء من الجسم؟ إذا شفى من علله شفيت هي. أليست بلادي عربية؟ وعروبتها هذه كفيلة بأن تهزها وتبعث فيها الحركة. ثم هل سيسكت عنا أبناء الأعمام ونحن قطعة منهم نعيش في واقع وصفته بأنه أخرس؟ أجل يا قارئي، أنا متفائل حول مستقبل بلادي، وأنا مؤمن أن نهضته ستكون سريعة رغم مشاغله الداخلية، ذلك لأننا واجهنا هذه المشاكل في وقت مرت على غيرنا من أوطاننا، فعرفنا دواءها، ذلك لأننا سنتبه إلى الصرخة الكبرى التي تنادينا بأن نرفع رؤوسنا، وسنرفع رؤوسنا فعلا في عمان، وسوف لن نضع أيدينا على صدورنا إشارة للذلة في مستقبلها الباسم. هنيئا لذلك الجيل السعيد الذي سيرفع رأسه إلى السماء بدلا من أن يضع يده إلى صدره علامة الخضوع للكبار في عمان. طيب، اللي يدقق في هذا النص يشوف نزعة عروبية قومية مسيطرة على الطاغي، وهالنزعة القومية العروبية هي اللي تسببت في الكثير من المشاكل للطائي زمن الهيمنة البريطانية على منطقة الخليج، خصوصا وأنه كان دائما مصر على تجسيد هالنزعة في أعمال الشعرية والقصصية والروائية حول القضية الفلسطينية والوحدة العربية. من هالأعمال الشعرية قصائد مهر فيروز، رسالة من يافا، أنفخ النار، موكب البطولات، أبو رمزي يحدث نفسه على الجسر، عائد من عمان، رسالة من الجبهة، فلسطين أمام الجدار. ومن أعمال القصصية عبد البديع، دوار جامع الحسين، ومأساة صبيحة. ومن أعماله الروائية رواية ملائكة الجبل الأخضر، اللي تدور أحداثها الدرامية متفقة مع مبادئ القومية العربية الداعية للوحدة، واللي يتحرك أبطالها أبطال الرواية من القاهرة إلى بغداد والكويت مرورا بالبحرين ومشيخات الخليج. وهالرواية بالمناسبة بدأ الطائي يكتبها في البحرين في سنة 1958، وكملها في الكويت في سنة 1962، وطبعها في بيروت في سنة 1963. بعض النقاد يقولون أن أعذب وأجمل قصائد الطائي قصيدة عنوانها مراحل الطريق، كتبها في دبي في سنة 1964، وحطها في ديوان له اسمه الفجر الزاحف. في هالقصيدة يبدأ الطائي بمقولة للأديب المصري عباس محمود العقاد نصها: لقد علمتني تجارب الحياة أن الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها، ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا. ويتبين لنا من هالمقدمة والأبيات اللي اخترناها لكم من القصيدة أن حساد الطائي كانوا وايد، وأن من أحسن لهم قابلوا إحسانه بالجحود والنكران والتآمر. يقول الطائي: اليوم قد أضحى جميلك منكرا، ومشى عدوك شامتا متبخترا، رام الوصول فنال كل مرامه، من بعد أن حطب الدسائس وافترى، وسعى إلى صدر الصديق يثيره، ليت الصديق لدى الإثارة فكرا، ورنى إلى ماضي الوداد بنظرة، وسعى إلى الرأي الصحيح وقدرا، لكنه أصغى فناصر حاقدا، وأساء ظنا واستشاظ تنكرا، وراق من كأس الوداد رحيقه،
فأبى الرحيق على الجفاء أن يقطر. يا للصداقة إذ ينال سماءها قزم بأذيال الهوان تعثر. لكن في هناك نقاد يخالفون هالرأي ويقولون أن أجمل قصائد الطائي هي قصيدة أو هي القصائد اللي كتبها في البلاد اللي هاجر لها، أو يوم ما كان على وشك ترك عمان إلى ديار المهجر، لأن سكب في هالقصائد كل حنينة لديرته وأصدقائه ومرابع طفولته بالصدق، وصور فيها شجونه وهواجسه بأسلوب مؤثر. وعدد هالقصائد 3، وهي عماني يودع مسقط اللي كتبها في مسقط في سنة 1949، وحنين اللي كتبها في كراتشي في سنة 1949، ومهاجر والشيطان اللي كتبها في البحرين في سنة 1953. ولما نرجع مرة ثانية إلى مخطوطة كتاب الطائي اللي تحكينا عنها، بنشوف أن الريال كان مؤيد لقضايا المرأة العمانية ويفتخر بنسوان ديرته، بدليل هالنص أن المرأة العمانية مثال واضح للمرأة العربية في تاريخها الصحيح. وإذا أنت غادرت مدينة مسقط لم تجد العباءة أو انكماش المرأة ورضوقها للعبودية، بل وجدت أن المرأة تؤدي واجبها وافرا في المجتمع العماني، فهي تشارك الرجل في تحمل شؤون الحياة ولا تعرف الحجاب إلا ما نص عليه الإسلام الحنيف، فتراها تستر رأسها وصدرها ولكنها تكشف وجهها وتمشي في الطريق وتقابل أهالي الحي في حدود شؤونها المنزلية. مجلد نزوة العمانية خصصت عدد رقم 9 الصادر في يونيو سنة 2009 لتحقيق موسع عن الطائي، اكتبه الأكاديمي العماني محسن الكندي اللي كان مسوي رسالة ماجستير عن عبد الله الطائي في جامعة السلطان قابوس. تعالوا نشوف إيش قال الكندي. الكندي قال أن الخصوبة الكبيرة في تجربة الطائي الأدبية ما بين الأدب والشعر والقصة والرواية والمسرحية والمقالة والدراسة التاريخية والسيرة الذاتية إلها عدة أسباب، من بينها مواهب الشخصية وسعة ثقافته واختلاطه وعلاقاته بمفكرين كبار في سنوات غربته مثل إبراهيم عبد الحسين العريض وأحمد محمد آل خليفة في البحرين وعبد الرزاق البصير في الكويت، ومن بينها بعد المناخ الثقافي المتفق مع طموحاته وميوله في البلدان اللي عاش بها خصوصا البحرين والكويت، والمهن والوظائف اللي اشتغل بها في الصحافة والإعلام والتعليم واللي خلته يألف الكتب التاريخية ويعد المسرحيات الشعرية وينفذها على المسرح المدرسي يعني مثل ما كان يسوي في البحرين إبراهيم العريض وعبد الرحمن المعاود الله يرحمهم، إضافة طبعا لتجربته الخاصة اللي جاية من ظروف ديرته واللي خلته يسجل ويوثق بعض الأحداث والتطورات من خلال الفنون الأدبية المتنوعة. يقول الكندي في دراسته عن الطائي أن الشعر كان رفيجه طول عمره، وأن هالرفجة خلته ينظم قصائد احتوت على 2092 بيت تقريبا، وهالقصائد اللي بدأ يكتبها من سنة 1947 حطها في 3 دواوين شعرية، هي الفجر الزاحف وداعا أيها الليل الطويل وحادي القافلة. ويخبرنا الكندي بعد أن آخر قصيدة من قصائد الطائي كانت بعنوان قصيدة لم تتم، وهي قصيدة نظمها الطائي قبل ما يتوفى بثمانة أيام. والمعروف أن الطائي انتقل إلى جوار ربه في 10 يوليو سنة 1973 في أبوظبي اللي استقر فيها عقب ما خسر وظيفته كوزير باستقالة حكومة السيد طارق بن تيمور. والمعروف أن الطائي عقب استقراره في أبوظبي انعزل عن العمل والنشاط الثقافي. ومن اللي كتبوا دراسات وأبحاث عن الطائي الشاعر العماني سما عيسى اللي شبه تجربة الطائي في عمان بتجربة محمد محمود الزبيري في اليمن مع
من حيث المنفى والشعر الوطني والموقف السياسي، خصوصاً وأن الطائي كنه كان واعي لهالتشابه، بدليل أنه كتب عن تجربة الزبيري ووثقها يوم ما سمع خبر اغتيال الزبيري في سنة 1965. رحم الله الطائي المعلم والمذيع والأديب والشاعر والقاص والروائي والمؤرخ والكاتب الصحفي ورئيس التحرير والوزير والمستشار، رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. يقول الشاعر: حتى ما أنت تطوف لا ترضى قرارا بالبلاد، لا دمعة تثنيك عن هذا الرحيل ولا ودادي،